اللعبة بتاعتنا بتعتمد على الذكاء، أنت عندك قمة ذكاء؟ أيوة. متأكد؟ طب أنا هسألك سؤال وتجاوب عليا بسرعة، قول لي أنت الأول راجل ولا مرة؟ راجل. لا أنا عايز صوت رجالة كده، ها وشك للناس ورجليك جنبك؟ ها عايز صوت رجالة، راجل ولا مرة؟ راجل. وأبوك؟ راجل. وعم؟ راجل. خالك؟ راجل. أنا هسألك بسرعة وترد أسرع من كده، ماشي؟ ها رجل ولا مرة؟ راجل. لا أسرع بقى، رجل ولا مرة؟ راجل. أبوك؟ يا ابني بسرعة، ها رجل ولا مرة؟ راجل. أبوك؟ راجل. أوعى تتلخبط، ها نعم بابا ينفخ، ها رجل ولا مرة؟ راجل. أبوك؟ راجل. وعم؟ راجل. خالة؟ راجل. جد؟ راجل. أم؟ مرة. ما تسمعش كلام حد، ها قول لي بقى يا محمد أنا هسألك سؤال في اللون الأبيض، في اللون الإيه؟ الأبيض. الدقيق لونه إيه؟ أبيض. اللبن لونه ايه؟ أبيض. الرز لونه ايه؟ أبيض. السؤال ده صعب؟ لا. اسالك بسرعه وترد عليا بسرعه، ماشي؟ ها الدقيق لونه ايه؟ أبيض. لا انا المره الجايه هنزلك، انا قلت لك رد اسرع من كده وعلي صوتك، ها الدقيق لونه ايه؟ أبيض. اللبن لونه ايه؟ أبيض. الرز لونه ايه؟ أبيض. الفرخه بتاعت الجمعيه لونها ايه؟ انا بقول لك بتاع الجمعيه. خلي وشك مع الناس مش معايا. ركز معايا، الدقيق لونه ايه؟ أبيض. اللبن لونه ايه؟ أبيض. الرز لونه ايه؟ أبيض. الفرخة بتاع الجمعية لونها ايه؟ أبيض. بالبيض ايه؟ أبيض. أبيض، بالبيض بيضة، والبيضة لونها أبيض، بالبيض ايه؟ أبيض. البيضة لونها ايه؟ أبيض. العروسة لابسة فستان لونه ايه؟ أبيض. العريس لابس قميص لونه ايه؟ أسود. أنت أحوال. أنا بقول لك القميص مش الجاكيت، بص كده. شفته؟ العروسة لابسة فستان لونه ايه؟ أبيض. العريس بيلبس قميص لونه ايه؟ أبيض. الجاموسة بتشرب ايه؟ لبن. يا الجاموسة الجاموسة عندكم بتشرب لبن؟ عندنا بتشرب عصير أصلا. محمد أنا هسألك سؤال بس ما تكذبش، ها وشك للناس، قول لي أنت عندك كام سنة الأول؟ 11. 11 إن شاء الله. سنة كام يا محمد؟ خمسة. خمسة، قول لي بقى عليك أبلة ولا أستاذ؟ رد يا ابني بسرعة، عليك أبلة ولا أستاذ؟ قول لي بقى أكتر حاجة بتعجبك في الأبلة إيه؟ قول لي أكتر حاجة تعجبك في الأبلة إيه؟ محمد الأطفال بقى ورا شوية يا جماعة نروق على المسرح، النبي يا جماعة الأطفال على المسرح دي ونروق عشان نعرف نشتغل. قول لي بقى يا محمد انا اسالك سؤال بس ما تكذبش، انت اول ما جيت الفرح العريس جاب لك حاجه ساعه؟ لا. العروسه جابت حاجه ساعه؟ لا. طب عمو بتاع الكاميرا ده جاب لك حاجه ساعه؟ لا. علي الطلاق هو اللي شرب الصندوق. انا بمناسبه احلى ليل انا عازمك على عصير، تحب تشرب عصير ايه؟ تحب تشرب عصير ايه؟ عصير. انت بتتوحم؟ يعني لو جبت لك كوباية قصب هتعرف طعمها؟ لو جبت لك كوباية عصير هتعرف طعمها؟ ايوه. انت فين يا ابني انت دايخ؟ ما ترد بسرعة كده. ها امسك. هتقول تستطعم. لقيت طعمها مية هتقول لي مية، لقيت طعمها عصير هتقول لي عصير، ماشي؟ يلا دوق. ولا سمي بالله، مستعجل قوي. سمي بالله. ها؟ مية. مش عصير؟ لا. دوق تاني بس ركز. ها؟ مية. طب ينفع وانا من بعيد كده شاور على الكوباية من عندك؟ تتحول من كوباية مية لكوباية قصب، تبقى شطارة ولا شغل عفاريت؟ شغل عفاريت. ده عفريت لما ينططوا. مفيش حاجة في الدنيا اسمها عفريت. أنا هعد لتلاتة. أول ما أخلص عدد هتقول لها امشي يا مية تعالي يا مندة، ماشي؟ أجمل اس معانا في الدنيا. واحد اتنين تلاتة. امشي يا مية تعالي يا مندة. يلا دوب لما تحمد دوب. ها ميه. لا بص كده بصراحه كده ومن غير كذب، انت بقالك كام سنه ما شربتش المانجا؟ بقالك كام سنه ما شربتش القصب؟ بقالك كام سنه ما شربتش العصير؟ خمس سنين. مش شكل الناس يا بابا؟ انت بتحب العصير معصور في الايد ولا في الخلاط؟ انت
الكتروني جاي من شرم الشيخ علينا على طول. ده بنحط في الميه بتتحول لعصير. ده اسمه ايه؟ ده منظر خلاط. ده في شغلنا احنا بنسميه خلاط. بنحط في الميه بتتحول لعصير. انت طلبت عصير ايه؟ عصير. يا ابن علي صوتك. طلبت عصير ايه؟ عصير. هدوبها لك. طلعت حلبه قول يا نسوق. اللي يحب ربنا يرفع ايده معانا يلا سمعنا سقف عالي.